التعمري جميلة التعمري. اللي بغى. جميلة راه بلدية وشوية مطحونة راه. اللي بغى الملحة مطحونة اللي بغى. هذا ما كاين اللي يدير غير اللي هنايا. لا هو بغى خويا كي داير هاني؟ الله يحفظك خويا. واش مزيان؟ الحمد لله. السمية بعدا؟ يوسف. يوسف مشرفين اخويا، معاك يونس ماشي ايوب. يونس خويا مشرف اخويا. شرح لنا خويا دابا هاد الملحة هادي. هذا بعد الملحة خويا شديو الكسابة، الناس اللي شتي على الليفر، الناس اللي الكسيبة ديالهم اللي فيه الشوك في الفم ديالها ولا شي حاجة شديو الكسيبة شي حطوها. أكثر الناس اللي شعلفونا في المنطقة كلهم تيديوها. تديوها على حساب باش الكسيبة تتصفى، الكبدة ديالها، الرية ديالها، باش تلقاش فيها الحبوب. الملحة مهمة حتى هي، بحال نقولوا مثلا بحال هي أحسن من الرايبي. عندها دور مهم في الكسيبة. عندها دور مهم، كاين بعض الناس ما تيعرفوش الملحة الحية بلي راه عندها واحد الدور مهم، هي أحسن من الرايبي، أحسن من البرادة الشهية. هاد الملحة هادي، حاط غير الملحة بلا ما تشري رايبي ولا تشري برادة الشهية بلاش. تبقى الحساب. حيت الملحة تيبقى الحساء، تيشرب مزيان، تياكل، الكبدة والرية ديالو تتصفى، الخروف ولا العجل ولا الخيل. دابا هنا الناس أكثر شي يديو هو الخيل والكسيبة، الناس هنا معروفين بالكسيبة، تيديو الكسابة هي الدور ديالها، هي مهمة ضروري. وهادي أخويا دابا أنت منين كتجيب دابا أنت هادي؟ هادي تينغير. تينغير الأصل ديالها. الأصل ديالها تينغير. عندك شي معلومات مثلا منين كيجيبوها؟ شمال البحار. هادي غار. هادي الغار، هادي كاين غار ديالهم فيه كيلومتر ولا جوج كيلومتر غير تحت الأرض، هادي تيبقاو يجبدوها. هادي ماشي من البحر. لا لا لا، هاد الملحة هادي تتخرج حجر. هادي أصلا هادي إلا درتيها في الماء أدوب. أدوب. خلي شي بحال كور عشبة. شو الفرق ما بين هاديك وما بين هاديك؟ هاديك مصطفية في الماء. وهادي باقا حجره. هادي حنا ماشي بغاو نخرجوا من ماشي لانتي، هادي عندنا المطحونه ديالها. الناس اللي بغاو المطحونه ديال هاد الحجره هادي كاينه. ورينا اخر المطحونه ديالها. عندنا المطحونه ديالها. ماشي خويا، كاينه جوج اشكال، كاينه هاد الملحه هادي مطحونه هي هادي، وكاين هادي هي مصفيه في الماء ما فيها لا تراب لا والو. شوف هادي هي مصفيه. شنو مصفيه؟ وشنو كتنصح انت الناس؟ هادي بجوج، هادو بلديين طبيعيين. ولكن دابا ليا اللون ديال هادي مغمق عليه. هادي اللون ديالها مغلوق حيت مطحونه ديالك الحجر مطحونه. وهادي هي مصفيه في الماء، هادي غير الماء ديال هاد الملح ديال هاد الحجره هادي. هادي غير محشيه فيها جوج مارك. هاد الماركه هادي تقدر تلقى فيها شويه التراب حيت مطحونه ديالك، تقدر تلقى فيها شويه التراب. هاد البيضه اللي مصفيه مش تلقى ما تلقاش فيها التراب. بحال دابا هادي غيستعملوا الناس اللي بغا يطيبوا. هادي غير يستعملوا للماكله. هادي البيضه اكثر للماكله حيت دابا هادي تقدر تلقى فيها شويه التراب. هادي لا، هادي مصفيه ناضجه. وكاين عاوتاني الباقيه هادي وني فيها اليوم. ها هي مصافي شنو ني فيها اليوم؟ هذيك هذيك مصنعة. هي بلدية مصنعة. مصنعة. مصنعة من الملحة الحية، حتى هي ماشي ديال البحر. شحال كدير شحال دابا دايرها؟ على حسب تنديرها الجملة حنا والباقية. الجملة. تماما محدوش. وهذه خو أيوب. وبالنسبة مثلا للكيلو شحال وصل الكيلو هنايا؟ كيلو على حسب الطريق. نفترضوا مثلا بحال دابا أنا غناخذ هذه عبرنا هذه قلنا بشحال دابا مازال الثمن؟ على حسب. غير قول لينا قول لينا. قول لينا قول لينا. تلقى 20 درهم 20 درهم 15 درهم وني راه دواء مزيانه، خاص تمشي 30 درهم مزيانه. هذه احسن من الدواء، المفعول ديالها مزيان. اللهم هذه ولا شري الدواء. ولا زعما دابا انت كتحط في هذه البلاصه حدا السوق هنايا وفي السوق معروف هنا بهذه البلاصه هذه اكثر شيء يجيو لنا الكسابه هنايا. السوق هذا هو المعروف بالكسابه، السوق كبير عالمي، تيجي له الناس من كل يعني حدا الباب ديال على الباب ديال الكسيبه. ونعطيك حتى النمره كاع للناس. اه مرحبا خويا مرحبا. سميه يوسف اخويا، النمره ديالك؟ النمره 06 20 19 38 65. شو هذا اللي بغى مثلا شي ستوك تصيفطوا ليه ولا شي حاجه؟ باش نبيعوا الجمله اي نوع في الملحه الحيه كاين. انتم اخوان بالنسبه للستوك هو الستوك شي كلمه اخيره اخي يوسف؟ اخويا كلمه اخيره نقول لك ان شاء الله يوفقك. امين. واختي جميله حتى هي الله يسهل عليا والله ينجيهم ولاد حرام وراه ختنا وعزيزه علينا. واش نقول لهم الناس المشاهدين هذا السوق هذا كبير، اللي بغى يبيع شي حاجه مثلا الخيل. هذا السوق هذا معروف بالخيل، معروف بالانواع ديال الكسيبه. اللي بغى يجي له السوق كبير عالمي مرحبا به. وبالنسبه للسكنه اخي يوسف فين؟
السكنه في الصخيرات. بحال مثلا دابا الا كان مثلا شي واحد ولد كازا اتصل بك قالك مثلا بغيت الملحه تصيفطها ليه؟ اخويا اش نقول لك دابا ما تصيفطش دابا بحال المشكل دابا ديال الصيف. شو واحد بغى شي ستوك فيه مشكل دابا؟ شو واحد بغى شي ستوك فيه؟ ما كانش عربون ما كاين حتى شي حاجه ما نقدرش نسال. لا شو واحد عطاك العربون؟ شو عطاك العربون؟ العربون يقدر يجي دابا كاين ماشي كاين اللي تيبقى دابا بزاف ديال الناس تصرفوا معاهم تقدر كاع تدي له السلعه تشي فايج مشارجي تبقى يقول الفلوس ما كاينش الصبر ما كاينش هنا وكذا هذه هو المشكل اللي هذو هما المشاكل ديال التجاره. هذو هما المشاكل ديال التجاره اما بحال تقدر كاع بنادم قال بغى شي حاجه نقول له السواق اللي قريب ليه ويجي يديها. بصح حيت حسب خويا المهم بالنسبه للسلعه خويا راه زوينه. مليح خويا الكاليتي اي نوع في الملحه الحيه كاين انا معروف اي نوع ديال الملحه. الله يجيبك التيسير الله يسخرك اخويا. الله يسهلك خويا واللي دار راه لودنا الخضره الملحه الحيه راه كداوي حتى لودنين والزيت البلديه وتكثر دير شويه. شويه اللي كتكيه هي الودان. اه زوينه تداوي لودنين. خويا يوسف الله يحفظك خويا الله يسهلك. والخير موجودة جميلة تبارك الله خيرات ديال مولانا تبارك الله واش كاين شي واش كاين شي حلاوة ولا والو؟ الله لا انتم شو الحبة تبارك الله كيدير شو الحبة كيدير مقنطنة كاينة اللي أكثر منها قبيلة راه والله إلا كاينة مقنطنة حبة حبة ودابا دابا غير دوز من هاد الشهاتك والله هاد الشهاتك أبو الله غنوي فينا ماشي نافي ياك نوي فينا أجد لكم طبلة كاملة مرحبا انا والماكلة الشواء عند هذا يا وليدي الشواء الشواء ديال نوي فينا يبغى ياكل مرحبا به الشواء ديال نوي فينا الخير ديال الخميسات الله شحال اخويا الكيلو؟ السوق 140 ريال 140 الله يسخر عماد خاصيات الليمون يلا وين الليمون وين الليمون وين الليمون وين الليمون انا مسكين التشمور غير كتخلص تكون جميله نيشان واش يا دعاء